واحد بيقول هل كان من الممكن ان تتزوج المرأة الزانية بعد ان غفر لها المسيح في العهد القديم؟ كان ممكن. في العهد الجديد لا. وبعدين بيقول تاني، قال احد الاباء ان الوديع هو الذي يتنازل عن كل شيء حتى حقوقه. هل هذا صحيح؟ ما نقدرش نقول الكلام ده على طول، والا معناها ربنا بيدعونا الى الوداعة، يبقى بيدعونا ان احنا ما يكونش لينا حقوق على الاطلاق. ده بولس الرسول دافع عن حقوقه امام الولاة، ولما اراد الوالي انه يسلمه لليهود قال له امام كرسي ولاية قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي. قال له الى قيصر تذهب. ولما ارادوا ان يجلدوه قال له هل يجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ فاستحى منه الوالي وما جلدوش. لا، ما نقولش ان الوديع يتنازل عن كل حقوقه، لكن اذا اراد ان يتنازل هو حر، لكن ليس ملزما ان يتنازل. ممكن الواحد يطالب بحقوقه بطريقة هادية ومؤدبة وبدون ما يغلط.